الله الله يبارك تبارك الله. هذا شحال شحال مشاو التمر شحال مشاو دعمي اسماعيل هذا شحال مشى عمي هذا هذا 5600 تبارك الله. هذا راه 75 كيلو اللي فيه فيه 75 كيلو 51 كيلو اي هذا الاخوان راه فيه 51 كيلو هذا 51 شحال من 51 كيلو شحال 77 طاح الاخوان هذا ب 3850 درهم تبارك الله. هذا 112 هذا الاخوان 5600 درهم تبارك الله. الله يسر الله يسر الامور الله يسر الامور تبارك الله تبارك الله الله يبارك تبارك الله اييه الله يبارك تبارك الله يا راه ما نعاودوش الهضره خويا راشد تبارك الله. دابا بدات الانطلاقه ديال البيع عندكم هنا اليوم ان شاء الله التعريف ان شاء الله. بقاو معنا الاخوان غادي نعطيكم الاثمنه ان شاء الله. ربما كاين الاخوان كاين الصبليونيه كاين الاخوان البرقيه ان شاء الله. اليوم هذاك الشيء هذا الشيء اللي معروض اليوم ان شاء الله للبيع راه غادي نعطيكم ياك ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله تبارك الله. اذا انطلاق بيع اضاحي العيد 2024 في ضيعه اسماعيل تبارك الله الاخوان اللهم بارك تبارك الله الله يبارك تبارك الله. هذا ولد عمي السلاله اسبانيه ديال ميرينوس ديال ميرينوس هذه دابا هذا خروف هذا خروف وحوليه خروف وحوليه مخلطين تبارك الله. هذا تبارك الله شحال دايرين ليها الميزان 60 درهم الكيلو 60 درهم الكيلو هذه الاخوان راه دايرين ليها 60 درهم الكيلو الاخوان راه فيها الحوليه وفيها الخروف تبارك الله الفرطاسه اي الفرطاسه اي تبارك الله الاخوان 60 درهم ومازال ان شاء الله غادي نتحولوا لكم على البرقيه انتم الاخوان راه اللهم بارك ما شاء الله الله يبارك الله كنعاودوا المزاريه الخدام اييه 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 بقى الخدمه ما كملاتش الاخوان ان شاء الله باذن الله ان شاء هذا العام ان شاء الله اش غتكون غتكون الصبليونيه غتكون البرقيه السرديه المعز المعز ديال رومانيا ديال رومانيا ولكن واحد الدوار اخرى اييه والبقر ما غيكونش البقر يقدر يكون 100% يكون 100% يقدر يكون الاخوان يقدر ما يكونش. المهم الاخوان غادي نبارطاجيو معكم هذا الخير اللي كاين الاخوان ومن بعد عاوتاني ان شاء الله راه ملي تجي السلعه الاخرى ان شاء الله راه غيتواصلوا معايا الاخوان نجيو نصوروها ان شاء الله باذن الله. تحيه للبلال عبد القادر تحيه للتحيه اي ولدو تحيه للكسابه كاملين تحيه للكسابه كاملين داخل من الوطن وخارج الوطن وخارج الوطن هي راه كاينه حتى كسابه خارج الوطن. تحيه لعبد الله الطاهري اييه والسي محمد والقدور بن حيمه تبارك الله عليك اود عمي تبارك الله عليك تبارك الله عليك تبارك الله عليك اييه تبارك الله. بعد ما هذا تبارك الله شحال 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 كتراوح الاوزان ديالهم؟ كتراوح اخويا كاينه 41 كيلو 42 43 وغاديه ياك كاينه نقولوا من 40 كيلو حتى ل 50 كيلو لا كاينه باديه من 30 كيلو من 30 كيلو 45 كيلو ياك كاينه قليل الحوليه 25 ياك كاينه الحوليه 25 اسماعيل كاينه الحوليه 25 هي راه كاينه الاخوان الحوليه 25 60 65 اييه تبارك الله 44 43 اييه تبارك الله. بحال دابا هذيك الحوادث ديال 25 شحال كطيح اخويا اسماعيل؟ كطيح ب 25000 30000 ريال كطيح ب 1500 درهم 1025 اخرى اييه هذيك 1500 درهم 1500 درهم اييه تبارك الله الاخوان الله يبارك الاخوان هانتوما الاخوان راه ما شاء الله اللهم بارك الخير موجود السي خير موجود اييه الله يعطيك الصحة تبارك الله الاخوان اييه اييه تبارك الله على ود عمي تبارك الله الخير الخير اللهم بارك تبارك الله تبارك الله الله يبارك هز 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 هذاك هز هز ود عمي هزو هز ود عمي هزو شحال تبارك الله هذا داير 44 45 كيلو مزيان شحال تيفتن؟ 44 كيلو 44 كيلو 60 درهم ياك 60 درهم بحال الاخوان غيطيح ب 44000 و 44000 فرانك تقريبا الاخوان 52000 اي غيطيح ما بين 50000 52000 باش غيطيح يعني 2500 2600 درهم اي تبارك الله الله يبارك تبارك الله ها والنيلو تبارك الله الحمد ديالك الله والنامس اقسم لك بالله الا سقيت مشات ياك اود عم ايوا بصحتكم 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 اود عم نتحولوا عند البرقيه اود عمي نتحولوا عند البرقيه الاخوان حتى نعرفوا الثمن ديال الكيلو ديالها بشحال الاخوان ونعرفوا
تقريبا الاوزان ديالها فين كتبدا وفين كتسالي. هانتوما الاخوان ما شاء الله، اللهم بارك الاخوان. بارك الله، الله يبارك، اللهم بارك الاخوان. ما شاء الله، تحية العديد يا خويا، تبارك الله عليك. يلا انصوني عليك يلا. تبارك الله، تبارك الله الاخوان. هذا راه خداه واحد السيد ان شاء الله، غادي نديوه للميزان الاخوان ونشوفوا الميزان. تبارك الله الاخوان، الله يبارك. هذا الاخوان هو طلع الميزان تبارك الله، 65 و500. 65 اونص الاخوان، هذا راه دار 65 اونص. هذا الثمن ديالو 1500 درهم. هذا الاخوان راه 75 درهم هذه البرقيه، 75 درهم الثمن ديالها الاخوان. الثمن ديال البرقيه 75 درهم الاخوان. غادي نمشيو ان شاء الله مازال عند البرقيه لداخل الاخوان ونوريكم ان شاء الله تبارك الله الخيورات اللي كاينه. الله يبارك والله يدير الخير، الله يدير الخير للجميع. شوف كمال شحال وزن هذا؟ 65. ها انت شوف كمال، هذا صغير وزن 65. تبارك الله الاخوان، هذه هي البرقيه الاخوان. ها هي دخلنا عندها دابا تبارك الله ما شاء الله. الحولي اللي كنا شادينه الاخوان دابا راه كانت فيه 65 كيلو ونص، هما حسبوا لي غير 65 كيلو اللي حسبوا لي، راه تقريبا الاخوان ثمن 75 درهم، راه طاح بشي 4875 درهم. تبارك الله، الله يبارك الاخوان. ها هو العدد تبارك الله، هنايا راه كاين السرديه. ولد عمي امتى غتجي ان شاء الله؟ السرديه غتكون موجوده ثلاث ان شاء الله. ثلاث ان شاء الله غتكون موجوده، يعني ثلاث في الصباح ان شاء الله انا عندكم ان شاء الله باذن الله. هذه قلنا الثمن ديالها 75 درهم. 75 درهم. دابا بالنسبه للناس اللي كيتقداو كي 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 يعني كيرشموه، كيبقى عندكم هنايا كيرشموه كيخليوه هنا وكيخلصوا عليه شويه ديال الماكله. يا كيخلصوا عليه شويه ديال الماكله وكيبقى هنايا حتى هنا في حفظ الامان، حتى ليله العيد ولا يومين قبل العيد ولا وكيجيو ليه كيبقى واكل شارب في الحفظ الامان، في الحفظ الامان. صافي الله يعطيك الصحه ولد عمي. باقا تبارك الله نمشيو نشوفوا ديك المارينوس اللي لهيه. مارينوس النعجه هذيك النعجه هي غادي نتحولوا على ديك المارينوس الاخوان اللي هي النعجه. الرومانيه راه كاينه الرومانيه حوليه. اي ونكملوا معكم الاخوان والله يسر الامور الجميع ان شاء الله. ماشي البيعه هنا، هي هذه ماشي للبيع، ما معروضاش للبيع. هذه جا بغات عيب. هذه غتبقى الكسيبه. هاك هذه الاخوان غتبقى الكسيبه، هذه اللي هضره عليها الاخوان، هذه ما عليها هضره تبقى الكسيبه. ها هو الاخوان الحولي اللي 65 كيلو. 65 كيلو هي، راه قلت الاخوان قلت لهم راه طاحت فيه 65 ونص وما حسبوا لي على 65 كيلو. هو دابا رشمو مولاه وخلاه هنا. هي رشمو مولاه الاخوان، ها هو بقى هنايا. الله يعطيكم الصحه، الله يعطيكم الصحه ولد عمي، الله يحفظك، الله يحفظك. تبارك الله الاخوان. هادي اخويا اسماعيل هي اللي شنا لهي ولا هادي وحده اخرى؟ هادي وحده اخرى. هاكا دابا هادي اللي هنايا اش من بلاد؟ هادي اسبانيا. هادي ديال اسبانيا، هادي ميرينوس ديال اسبانيا هي الاولى اللي شنا الاخوان. وهادي هادي ديال رومانيا الاخوان، هادي ديال رومانيا تبارك الله. فيها 20، فيها 25. ياك فيها كاينه 20 كيلو وكاينه 25. 26 المهم باقي من 25 وطلع. من 25 وطلع. 60 درهم. الثمن ديالها 60 درهم الاخوان هذه. كاين الفرطاس كاين الحوليه. كاين الحوليه هذه الاخوان، راه الثمن ديالها 60 درهم ياك. 60 درهم. 60 درهم الاخوان الثمن ديالها. كلشي يدي هنا كلشي. هذه كلشي ان شاء الله، كلشي يعيد منها ان شاء الله باذن الله الاخوان. كاينه قلتي لي باديه من 20 كيلو. كاينه اللي باديه من 20 كيلو، ربما 20 22، المهم قلنا حنا 20. اييه بحال اصغر حجم 20. 20 بحال الاخوان اللي فيها 20 كيلو. اييه دابا حسب لها 22 كيلو. اييه هذه الاخوان قلنا راه الوزن ديالها كيبدا من 20 كيلو الاخوان، الا ضربناها في 60 درهم الاخوان راه كتعطينا 24000 ريال، يعني 1200 درهم من الديبار ديالها، من 1200 درهم وانت طالع كاين 24 25 26000 على حسب الوزن ديالها الاخوان. ها انتم الاخوان راه العدد كاين هنايا ما شاء الله، اللهم بارك. وجوا الاخوان تقدوا الغراض، الله ييسر الامور الجميع ان شاء الله باذن الله. تبارك الله. نعت الاخوان انا غنعطيكم بالضبط الضيعه فين كاينه، راه كاينه الاخوان الاخر ديال دو ديال جوج مارس الاخوان، كتلقاو واحد المقطع اللي الطريق اللي كدير ديال سيدي مسعود، راه كيما توصل للاخر ديال دو مارس راه غتبان لكم الضيعه على يديكم اليمين.
الله يسر الامور. حنا كنوصلوا المعلومه للاخوان والاخوات اللي داخل الوطن وخارج الوطن. تبارك الله على خويا اسماعيل. ان شاء الله راه غادي تحط الفيديو وغادي يجيو ان شاء الله، غادي يجيو عندكم الاخوان قضيو معاهم الغراض والله يسر الامور خويا اسماعيل. وان شاء الله نهار الثلاث ملي يكون السرديجه ان شاء الله نهار الثلاث انا عندكم باذن الله. تبارك الله على خويا اسماعيل، الله يسر لكم الامور، الله يسر، الله يحفظك ليا، الله يحفظك، الله يحفظك. شكرا شكرا شكرا. اذا تحياتي للاخوان داخل الوطن، هنا الفيديو ديالنا كيسالي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.